مع احتفال العالم بالعام الجديد تسود مشاهد الدمار مناطق واسعة في قطاع غزة، مثل هذه اللقطات المصورة في مخيم جباليا للنازحين في شمال القطاع المحاصر. ومع استمرار الحرب بين إسرائيل وحركة حماس يأمل سكان القطاع في أن يحل السلام في العام 2024. وبيحتفلوا ب 2024، احنا كفلسطينيين هنا في مخيم جباليا بدنا نحتفل زي الناس، العالم كله الحين قاعد يحتفل، كيف بدهم يحتفلوا واحنا هنا مدمرين ومجازر كل يوم؟ أميتي احنا في 2024 وقف اطلاق النار، لانه احنا تعبنا، احنا ناس مدنيين تعبنا. ان شاء الله بتكون يا ربي سنه على هالمسلمين كويس وبخير، والحرب يرتفع عنا والقصار يرتفع عنا يا رب العالمين، ويهدبنا ويغير الحاله بأحسن يا رب. واندلعت الحرب بعدما شنت حركة حماس هجوما غير مسبوق على إسرائيل في 7 من تشرين الأول أكتوبر، أودى بحياة نحو 1140 شخصا معظمهم مدنيون وفق بيانات رسمية. وردا على ذلك تعهدت إسرائيل القضاء على الحركة الفلسطينية وهي تقصف بلا هوادة قطاع غزة، حيث لا يزال هناك 129 شخصا رهائن، من بين حوالي 250 اختطفوا في 7 من تشرين الأول أكتوبر من داخل إسرائيل. وأسفر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والذي يترافق منذ 27 من تشرين الأول أكتوبر مع عمليات برية عن مقتل نحو 22,000 شخص معظمهم نساء وأطفال وفق وزارة الصحة التابعة لحماس، وهي أعلى حصيلة لأي عملية إسرائيلية حتى الآن.